لكم مشاهدينا من جديد في واحدة من حلقات صوت المغني، والتي هي سيرة خالدة. بالتأكيد نحن نمتطي الترحال في هذه الحياة الخالدة بفنها وبإطرابها الأصيل. فنانا لهذا المساء، كثيرا ما يطلق عليه لقب السفير المتجول للفن الموسيقي والطرب السوداني، وذلك لتنقلاته وجولاته خارج السودان وشهرته على نطاق واسع في العالم العربي وأفريقيا وانتشار بعض أغنياته منذ خمسينيات القرن الماضي. ففي مصر قدم نفسه من خلال برنامج ركن السودان الإذاعة المصرية، وأشاد بفنه آنذاك فنانون مصريون كبار مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وتمكن من بناء علاقات اجتماعية واسعة في مصر خاصة داخل الوسط الفني، كما حظي بشعبية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي. وردد المغنون المحليون في أثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي أغانيه، وكثيرا ما تسمع أغنياته في الحدائق والمحلات التجارية والأماكن العامة في مدن مختلفة من العالم. زار العديد من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، فغنى في مسارح بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إنه السفير الشعبي والفني الفنان سيد خليفة. هي نظرة تنسي الوضع، وتزيد الروح المعنى، الروح المعنى. Thank you.
رحمتك هلا رحمتك موت يا مان عصفت به هلا شواب وانا هلا شواب وانا هلا شواب وانا هلا شواب وانا وهفد به وهفد به وهفد به الذكرى مغنفة مع ديار مغنفة 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 ذهب الصبا بهودي بهودي
يصدفوا ولك سيد خليفة. سيد خليفة رقم كبير على خارطة الغناء السوداني، مطرب له بصمة، وظهوره في فترة ما كان من السهولة انه يظهر زول اذا ما عنده الامكانية نقول من ناحية اداء، ناحية بتاعت اختيار كلمة، من ناحية بتاعت الحضور المسرحي. هو يعني سيد معروف انه صاحب حضور يعني عالي شديد جدا. يمكن الوالد الاسم الحقيقي له السيد علي محمد الخليفة الامين، وهو من مواليد مدينة الدبيبة او قرية الدبيبة شرق النيل، تبعد 45 كيلو من الخرطوم، تعتبر ريف الخرطوم يعني. مواليد 1933، ولد في منطقة الدبيبة، وهو عبارة عن قبيلة الرفاعيين، منطقة العسيلات، وخليط بين محس الشيخ ادريس ود الارباب. فده بالنسبة للقبائل المتكون منها جنس الوالد. في النهاية هو سوداني معروف يعني. وثاني يعني كمان عبر هذه الميكروفون أحيي أهلي في منطقة الدبيبة والعسيلات والمحس أينما غطنوا. وبالنسبة للوالد طبعا جاء أول ما جاء الخرطوم في مطلع الأربعينات، يمكن كان بيجي هنا، سافر إلى منطقة الزهران اللي هي السعودية سنة 46، ومشى عمل في شركة أرامكو زي سنتين أو حاجة بالشكل ده. وجاء بعد ذاك ابتعث والده لدراسة العلوم الدينية في القاهرة في الأزهر الشريف، وبالفعل لقد تم التحاقه ونصحوا بعض الإخوة في القاهرة، عمون البكري وبعض الإخوان يعني يمكن هناك كانوا موجودين، إنه يقرأ بالليل في معهد فؤاد الأول، معهد الموسيقى العربية، معهد فؤاد الأول سابقا يعني. ففعلا بالفعل درس بالليل يعني، ولكن الفن له سحره الخاص، و يعني أخذوا أكثر من الدراسة في الأزهر. ولد سيد خليفة في عام 1931 للميلاد في قرية الدبيبة بشرق النيل بولاية الخرطوم بالقرب من أم ضوانبان بالسودان، واسمه بالكامل هو سيد محمد الخليفة الأمين. ونشأ في بيئة دينية تعنى بالإنشاد الديني والمدائح النبوية، فقد كان أبوه مادحا للرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ تعليمه كالكثيرين من أبناء وبنات جيله في خلوة بقريته، حيث درس فيها مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ صور القرآن، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدارس المرحلة الأولية في قرية الدبيبة ومدينة العيلفون.
في عام 1951 للميلاد أرسل والده إلى مصر ليدرس العلوم الدينية في الأزهر الشريف بالقاهرة، ولكنه كان مولعا بالفن فقرر دراسة الموسيقى بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة، وتخرج فيه عام 1958 للميلاد، وأصبح بعدها مطربا دارسا للموسيقى. الحب كلنا نتساغى ونغني، نتناجى ونناجي الطير من غصن لغصن، ثم ضاع الأمس بالليل طوى في القلب حسرة، ثم ضاع فؤادي لك
تحكي الأحلام وقرينا أفرحة منون أفرحة منون أفرحة منون أفرحة منون إذا غنوا به لحنان حزينا ثم ضاع الأمس مثل انطوت في الغلب حسرة ثم ضاع الأمس ليس لي ليس لي غير ابتساماتي من ذهب وخمر بسمة منك تشيع النور في ظلمات دهري ودعي الماء والأسفل في صحراء أمري ثم ضاع الأمس من الليل انطوت للغني حسرة ثم ضاع الأمس من الحب كنا نتساهى ونغني نتناجى ونغادى الطير من غصن لغصن ثم ضاع الأمس من الليل انطوت في الغلب حسن ثم ضاع الأمس من الليل طوال في الغلب حسرة. مشاهدينا سيد خليفة هذا الفنان الرائع لنا نصيب في سيرته العطرة هذا المساء في صوت المغني. نواصل سردنا لهذه السيرة بعد هذا الفاصل. عرف سيد خليفة بتنوع شكله الفني وأغانيه من حيث النص واللحن واللون الموسيقي، وتشكلت مجموعة أغانيه من أغاني الرومانسية وأغاني التراث والأغاني الوطنية خاصة في فترة الرئيس جعفر نميري. أجلو
نتكلم عن الأستاذ الفنان الكبير سيد خليفة. والحقيقة عن سيد خليفة عايز أقول حاجة إنسانية، ما أقدر أتكلم كثير، لأن سيد خليفة فنان متفرد وفنان استطاع أن ينقل الأغنية السودانية إلى العالم العربي وإلى إفريقيا بأسلوبه وبطريقته. وسيد خليفة يعتمد على مخاطبة البلاد الغنى فيها الغنى السوداني على الإيقاعيات، يعني كثير ما غنى على الإيقاع بتاع العشر البلدي اللي هو مشهور عندنا في السودان عند المصريين، وكان ده ذكاء منه. لو لاحظنا مثلا أغنية زيكم حنلقاها بتنقسم ما بين السمبا والعشر البلدي، ودي كانت حاجة عبقرية. برضو عنده أغنية زيدني في دلك شوية قسم ما بين التمتم السوداني والتمتم الإثيوبي، عمل فيها حاجة دي عبقرية. لكن عايز أحكي قبل ما أنهي هذه المحادثة عن الأستاذ عن إنسانية سيد خليفة، وده شيء مهم جدا. أنا في القاهرة سيطرير حاجات كثيرة جدا، مساعدات بيقدمها للناس، يمر على المستشفيات تشوف السودانيين التعبانين اللي بتلقاه وقعت في الخطوط الجوية السودانية، إذا كان في سوداني عنده مشكلة يحلها. أنا أتذكر كلام ده زمان، أنا وزميلي الله يرحمه عوض صديق مشينا مطعم سوداني عشان نتناول طعام الغداء. لما تغدينا وجينا ندفع، صاحب المطعم سألنا قال انتوا هتدفعوا ولا في الكشف بتاع سيد خليفة؟ فقلنا له هندفع، فدفعنا. لكن بعد ما مرنا على الصديق عليه الحكاية دي، نحن لازم نعرف الموضوع ده، فرجعنا تاني عشان نتحرى ايه مسألة سيد خليفة دي. فصاحب المطعم قال ان الأستاذ سيد خليفة عنده كراسة هنا للطلاب، اي طلبة يجوا يتغدوا ويختموا في الكشف، سيد خليفة بيجي اخر الشهر نجمع له الحساب بيدفعوا. يعني في حاجات كثيرة من النوع ده. سيد خليفة مرة ست ضربت لي تلفون في المكتب، قالت انها في المستشفى وانها بيتها مزنوقة وما دينية طلبوها لانها في 800 جنيه ناقصة. سيد خليفة مشى البيت وصل لي 800 جنيه وحلفني اني ما اقول لاي زول هذا الكلام، وانا لو كان سيد خليفة حي ما كنت قلت. لكن الراجل رحل الى دار الخلود، ولا بد ان نذكر هذه المحاسن لاستاذنا الفنان الكبير سيد خليفة الذي سيظل خالدا في تاريخ السودان، رحمه الله واحسن اليه بقدر ما احسن الينا فنا واحسن الينا من ماله ومن كرمه وجوده. الله يخليكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل
شغلي اللي انت وشوقي بفكر في الزمان لا بداية لا نهاية نهاية لا اللي جاي ولا اللي كان كل لحظة تبقي وكل لمحة يوم طويل كل لحظة تبقي وامشي بيك حلمي الجميل وامشي بيك حلمي الجميل للخدود سلمت عمري يا عيون الحلوة تهتا تهتا للخدود سلمت عمري اشتياقي ليك بحتا انا بحتا بنتظر لو كان بعمري لو تلوح بالعمر شوية وكتر الأشواق عليا فوق
تبقى قلبك يا صبولي وتملى بالانوار عيني تملى بالانوار عيني. ومن أغانيه الوطنية يا وطني يا بلد أحبابي وأغنية الخرطوم، وغنى للرئيس جعفر نميري عندما كان هذا الأخير يتمتع بشعبية كبيرة أغنية شدولك ركب فوق مهرك الجماح وبالملايين قلناها نعم. شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني في وياد اريدك وغيابي في وياد احبك وغيابي يا وطني يا بلد احبابي بتذكر في قعد السباي على شاطئ وحبيبي الساير ماي وحبيبي الساير ماي أزمن وجميل بيك يا وطني غير روح أفديك يا وطني أنا بفخر بيك يا وطني غير روح أفديك يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني.
زي الأحلام يا وطني أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني هذه يا جريدكم يا لي في وياد أحبكم يا لي يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدكم يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدكم يا هذا الفنان عاصرته من 73 74 فذهبت معه يعني خارج السودان غرب افريقيا شرق افريقيا دول عربية اوروبا حتى داخل السودان هنا فيعني هذا الرجل ده رجل فنان قامة ورجل يعني يعني انسان يعني بمعنى الكلمة بكل ما تحمله هذه الكلمة بمعنى يعني إنسان في تعامله إنسان في سلوكياته إنسان في تصرفاته إنسان حتى في فنه يعني نحن سيد خليفة الأستاذ أنا شاركت معه في حفلات عامة وحفلات خاصة ورحلات كثيرة وأذكر من الرحلات يعني سافرت معه هو الكويت أبو ظبي قطر سافرت معه دول إفريقية نيجيريا سافرت معه تشاد سافرت معه تونس سافرت معه مصر دي الرحلات الخارجية ويعني في هذه الرحلات دي أولا سيد يهتم جدا جدا بالفرقة الموسيقية بتاعته اللي هي كانت مكونة من مجموعة أذكر منهم أنا والراحل الأستاذ محمدية والراحل علي مرغني واللقاعات كان معانا محمد سليمان المزارع فيعني يهتم بالجانب بتاع الفرقه الموسيقيه بتاعته جدا جدا وديل طبعا الثلاثه او الاربعه اللي ذكرتهم ديل ما هم الفرقه كلها كان سيد لما يطلع برا خارج السودان بيسوق معاه اكثر من 10 12 13 عازف تحول بكل قوته لدراسه الموسيقى في معهد فؤاد الاول وطبعا تعرف على كثير من الفنانين آنذاك عفوا مثال عبد الحليم حافظ عبد الحليم شبانة وهو بالمناسبة سيد يعتبر يعني الوالد رحمة الله عليه يعتبر السينير بتاع عبد الحليم حافظ وكان بيعزف ورا والدي بيعزف آلة الأوبوة وهي آلة يدوزن بها في الأوركستر السيمفوني يعني طبعا كثير يعني عنده علاقات مع فنانات مديحة يسري كل فاتن حمامة حتى مديحة يسري لما كان مشى طشغنط سنة 52 سافر إلى طشغنط ليمثل السودان أنا ذاك
يعني كان هو يمثل وفد السودان، والتقى بالمصريين كوفد وهم أهله يعني احتضروا في الوقت ذاك. فسيد كان مثل السودان في كل شيء. كان سيد خليفة يلحن أغانيه ويضع موسيقاه بنفسه، ولكنه تعامل أيضا مع عدد من الملحنين والموسيقيين السودانيين، منهم إسماعيل عبد المعين ومرعي محمد دفع الله وبشير عباس وعلي مكي. بدينا يا بدل مشوار نوافي كان رجعنا وكان مشينا، اللي حاصل أصله حاصل والبيوم في الحر بريقة. غريب روح يا عيقة والبيوم في الحر بريقة.
شواطئ يا مراسي أنا بينك ماشي كاس حتى لو يريحني عكس أنا بتوب لعندي ناس دي مزار الحب تراهم يا شباب يا مراهم دي مزار الحب تراهم عشان ظروفه ما تراه ما في زول يديه ما في بحور في مويه بدي في حروفي وفي البحار ما ظل الحب اساسه الكواكب مشاهدينا سيد خليفة هذا الفنان الرائع لنا نصيب في سيرته العطرة هذا المساء في صوت المغني. نواصل سردنا لهذه السيرة بعد هذا الفاصل. كان سيد خليفة الفنان المطرب وصاحب الأداء والدرامي الأول، فقد عرف بإظهار تفاعله مع غنيه أثناء الأداء فيبدي الحزن أو السرور في قسمات وجهه تبعا لمسار الأغنية، واشتهر أيضا بحركاته الراقصة والعفوية أثناء أدائه الغنائي. سافر قطاري يوم الأهل بتناري نحن كنا بنشارك في حفلات كثيرة جدا جدا داخل وخارج السودان بهذه الفرقة الكبيرة. فأذكر من إحدى الرحلات كنا سافرنا مع الرئيس السابق رحمة الله عليه جعفر النميري، تحركنا من كريمة وإلى وصلنا دنقلة، من دنقلة يعني كل المناطق الخندق الجولد الدبة كلها جزيرة لبب كلها طفنا عليها، وكنا اللغات بتاعت الرئيس النميري الراحل جعفر النميري. فكان سيد طوالي هو بيغني بعد اللغاء إلقاء الخطاب بتاعه، فكنا بنعمل لهم زي حفل كده وبرنامج ترفيهي. عندنا أغنيات وصلت وبتتأدى يعني بيغنوها وبيستقبلوها الناس، إزيكم كيف إنكم، دي يعني بقت زي ما قالوا ملمح متى ما وصلنا لأي دولة من الدول سودانيين ولا
منبو سوداني ازيكم كيفينكم. فحرصوا و يعني بخليه انه دائما يقدم الشيء الكويس الشيء المقنع بالنسبه له ولجمهوره. في الحي معاكم
انا لكم جار في الحي معكم، انا لكم جار اسمع نداءكم وافضل محتار. حبك يا حبيبي لحبك نار، حبك يا روحي لحبك نار. ما حتى صوت ما فهمه ما كلموه ولا قالوا ليه. ما كلموه ولا قالوا ليه. حكيت أيوب ولا صبري طال بدون قلبي يدق، قلبي يدق. تظلمني نايد من مالك حال، والله مالكم حال، والله مالكم حال، والله مالكم حال، والله مالكم حال. في الحي معاكم انا لكم جار، في الحي معاكم انا لكم جار، اسمع نداكم وافضل محتار. حبك يا حبيبي لحبك نار، حبك يا روحي لحبك نار. قالوا ليه حكيت أيوب وأنا صبري طال بيدق قلبي بيدق. تظلمني ليه يا جميل مالك حال، والله مالك حال، والله مالكم حال، والله 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 يا ناس الله، والله 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 يا والله والله يا ناس والله، والله 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 القادر الله، والله والله يا ناس الله، والله القادر الله، والله يا ناس الله، والله القادر الله، والله. مشاهدينا، سيد خليفة فنان استطاع أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة داخل السودان، واستطاع أن يعرف بالغناء والفن السوداني لدى العديد من شعوب العالم، فقد كانت أعماله الفنية ذات ثراء على مستوى الألحان والكلمات والإيقاعات، وصاحب قدرة وجاذبية أدائية عالية لا تستطيع أن تبعد عينيك وعقلك عندما يغني السفير سيد خليفة. وحقيقة رحمة الله على الوالد فنان العظيم سيد خليفة، ربنا يرحمه ويجعل يعني الرحمة والمغفرة له في هذا الشهر الكريم، ويوافق هذه اليوم، يوافق هذا اليوم يعني يمكن الذكرى السنوية له، فهذا اليوم يعني يوافق الذكرى السنوية للوالد، ونحن نترحم عليه كثير، ونجعل ربنا يجعل البركة في زوجته وفي أولاده وفي كل محبيه. أهو يعني حال الدنيا، رحلوا عننا ولكن تركوا ذكرى باقية وحتبقى للأبد، فله الرحمة ولكم الشكر. أجلوا
فرقي طاري يوم الأهل بتناري. كان سيد خليفة إنسانا وفنانا جميل الخلق والمعشر والتعامل، كان طفلا في ملامحه وروحه وصدقه، محبوبا لكل من عرفه وتعامل معه أو التقاه. توفي الفنان سيد خليفة في يوم 3 يوليو 2001، ترك للشعب السوداني إرثا من الفن والسيرة والقيم وأدب الفنانين الكبار. يا طرير الشباب أغني لنا غني، يا حلو يا مصطفى في شودة الغني، أعصر لي أنا وملأ بها غني من عبقر يا رضا. في الروما والوهاد وسط القصة الميدة، واسكب على كل نهار ما يسحر الغيدة، وفكر الأعوام رجعا وترديدا، وفكر الأعوام وفكر الأعوام رجعا وترديدا حتى قرب في البلاد من فرحة العيد، حتى قرب في البلاد من فرحة العيد. أنا أغني يا طرير الشباب أغني أنا أغني، يا حلو يا مصطفى شودة تليني، أواصل يا لعنة واملأ بها لني من عبر يا رواء. Thank you.
صول يا لنا I'm not afraid.